اهلا وسهلا بكم في الجزء الاخير من حلقاتنا لهذه الليله مع ضيفنا المخرج والمنتج الاستاذ ثامر الصيخان. اهلا وسهلا بك. اهلا بك الحقيقه. ايضا احب ضيوفنا اللي انا ممتن جدا لحضورهم، النجم اسعد الزهراني والنجم مشعل المطيري. كل عام وانتم بخير وشكرا جدا لتلبيه الدعوه. انتم بخير. يعني بصراحه انا اشكر، يعني ودي الحقيقه اني اشكر روح اسعد الزهراني اللي جانا ضيف وجانا اليوم متسحر، وايضا اشكر الحقيقه نجمنا الاستاذ فايز المالكي اللي الحقيقه جانا ايضا ضيف وجانا متسحر. اشكر ايضا حبيب الحبيب اللي الحقيقه جاء خصيصا على اساس يكون ضيف سحور في حلقه امس، واشكر الحقيقه ما ابغى انسى كل الناس اللي مروا معنا في هذه الفقره تحديدا. انا دائما الحقيقه اسال سؤال عن الضيف، ايش اسوء شيء؟ أباك اليوم تفضفض. أنا صريح ويعرفني. أي والله. وأنا أتوقع أنك جاي. هذا اللي أنا خايف منه أساساً. أتفهم معه. طبعاً ثامر الصيخان يعني من المخرجين القلائل اللي تعاملت معهم له فكر غير الفكر اللي إحنا تعودنا عليه في التلفزيون السعودي أو في الدراما نحكي أو في الكوميديا. ظلم نفسه. ما اهتم كثير، لا مبالي، يعني ما يهتم. يعني بعد نجاحنا في ام الحاله انا افتكرت انه ثامر الصيخان انه يعني لازم يسوي لنا شيء قنبله اقوى من ام الحاله. لقيت انه متراخي، كاتب جيد، مهمل الموضوع هذا نهائيا، يعني لدرجه انا اكتشفت ثامر في الكتابه ما شاء الله عليه وحنا في ام الحاله، لانه ام الحاله اصلا ما كان لي الا يمكن 3 مشاهد وربع مشاهد صح. فلما عمد العمل ثامر تولى الكتابة لعزيز وللمجموعة، أعاد صيغة النص من جديد حتى طلع بالشكل اللي الناس حبوه وانبسطوا منه. حتى الإفيهات يعجبني في ثامر أنه ما يجامل، ما يمشي. يعني في مخرجين ممكن موده مو كويس يشوف أسعد ويشوف مشعل ويشوف محمد القصة ودريعان أو أي كان في اللوكيشن يؤدي الدور يمشيه، يعني يسلقه. لا، ما يرضى يقول لك في خلف بعد ما نخلص مثلا يوقف يقول لا اسعد انت بسعد ولا انت مشعل، ما ابغى كذا، ابغى اعلى وابغى زياده. يخليك تطلع اللي في خاطرك، يعني تطلع اللي في نفسك. اتمنى من ثامر الصيخان انه يعود لنا ويرجع يدرس بعض الناس اللي دخل على الإخراج صراحة. أتمنى أنه يهتم فينا كشباب، يعني إحنا طلعنا سوا وكانت أجمل أيام أنا قضيتها مع أستاذ ثامر الصيخان ومجموعة أم الحالة كلها. أتمنى أن ثامر الصيخان ما يهمل نفسه، يعني التوقف هذا من أم الحالة إلى حد الآن الحين ما نبغى نسوي حركات ام بي سي. في شفت الليل في كوميدو، في شفت الليل وكوميدو، بس انه بعدها انا اقول لك ما عاد، يعني ما اتكلم يمكن عن ما عاد شفت. طيب خليني اخذ راي مشعل، تفضل. اول شيء انا اشكركم صراحه على البرنامج الجميل صراحه، مش مجامله. اي والله جابوا لي العصير. مو مجامله والله يا ابو سعد، يعني من اجمل واروع البرامج اللي شفتها يعني على مدى رمضانات كثيره صراحه. تسلم شكرا. وانا شاكر اني انا اكون معكم الليله. والله شوف يعني الرأي أو تكلم عن أبو غادة، يعني أشياء ما تقدر تتكلم. أبو غادة إحنا قريبين كثير على المستوى الشخصي والعملي، فاختلط الشخصي بالعملي، ما عاد تعرف تفصل أبو غادة أو تقصد يعني ثامر الصيخان في موضوع إنه وين الشيء السيء فيه. لكن خلينا نقول نحاول. أنت قصدك إنه كثير هي كثيرة طبعا. لا لا احنا صراحة بنبين، لأنك كنت طول اللقاء وتقول مشعل أسعد ومشعل أسعد ومشعل، وطلعنا معك الحين فهي كنا أتوقع جامل ونمشيها لك. لا شو اسمه، لكن لو في الموضوع اللي يهمنا احنا زي ما قال أخوي أسعد ويهم الجمهور والناس المشاهدين، فعلا ثامر ما هو قاعد يعطي الشيء اللي احنا نتوقع منه بصراحة. يعني ثامر يعني ما عاد يشتغل بالطاقة. هل هي مشعل ما انك انت قريب، هل هي مزاجيه ولا كسل؟ لا شوف، هي المزاجيه، واحيانا يدعمها الكسل، احيانا مزاجيه مع شويه كسل تخليه. لكن في شغلات ثانيه، يعني مثلا ثامر اذا اشتغل يعني يمكن تذكر في السنه مثلا لما كان النشره لاول موسم لها والضغط اللي مر في النشره، ثم بعدين شفت الليل، وبعدين يا هلا امريكا. في ذيك الفتره اشتغل ثامر بشكل بطاقه عاليه جدا، يعني كنت لاحظت ان كنت في امريكا. لكن على العكس اذا جلس
خلاص تمام يعني خلاص يبدا يفكر يبدا ويطور التفكير عنده والصناعه طيب. تطول شوي طيب. عنده لكن عشان كذا انا اقول لك قد يكون هاجي تفضلوا وانا سعيد بالله فيكم جدا وراح خلصنا تفضل الحين ما بقول انت تشتكي يعني لا 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 ما عليك تفضل يعني نسكت ولا ناكل وش نسوي لا ناكل ونسمع ثامر ونرجع طيب. يرد على ترد على الاتهامات يعني ولا ايش وانا السمبوسه اللي تاكلها انا دائما يتهمونك بالسمبوسه اي والله هذه هذه هي طيب تفضل انا ما احط لي سمبوسه الا فيه بس هذا ظلم لا موجود شوفها هناك هذا لا مو هذا مسخن ما في تفضل ايوه تفضل نسنا مشرك تفضل يا مشان لا انا قلت اللي عندي مبين تفضل لا عندك تفضل ابغاك ترد ايه وابغاك تتكلم عن الاثنين سامر تكلم عن تكلم عنهم وترد طبعا اسعد ومشعل الشهاده فيها مجروح اني انا يعني اشهدهم قد تجي لحظات اني انقطع عنهم ولحظات نرتبط وما الى ذلك بس علاقتنا شوي كان فيها اطار وما زالت فيها اطار اخوي زي ما قلت لك مشعل انا ما اقدر اليوم لو اجي اقول لك مثلا اسعد عيبه كذا ما اقدر افصل هل هذا عيبه في الشغل ولا عيبه في الحقيقه تمام احنا مرتبطين مع بعض لهذه الدرجه همومنا شكاوينا مشاكلنا يمكن اصغر مشاكل يعرفونها الشباب واصغر مشاكلهم ممكن اعرفها انا فعلا زي ما قالوا الشباب انا كسو زي ما انت عارف برضو ف هذه المشكلة قاعد أحاول أحلها مع نفسي وإن شاء الله لازم تحلها مو بتحاول لازم تحلها إي لا خلاص راح نشوف الأمور حتى لو نلجأ للشرع يعني رقية يا شيخ أنا الحقيقة أشكركم شكرا أسعد شكرا لك على ما قدمت شكرا لحضورك معنا اليوم مشعل شكرا من الأعماق الحقيقة على حضورك معنا ممتن جدا شكرا لك ثامر سعيد بوجودك اليوم أنا دائما أقول إنه محاورة الأصدقاء صعبة وهي فعلا الحقيقة كذلك لكن روحك الجميلة دائما تكسر أي شيء ممتن جدا لهذا الحضور وأنا ممتن جدا لهذه الاستضافة الجميلة وأشكر مرة ثانية برضو أخواني أنهم حضروا معي هذا اللقاء وأشكرك على اللقاء الجميل هذا وعسانا خفيفين عليكم بس لا لا أكيد دائما شكرا لكم أنتم لأنكم دائما تخصصون جزء من وقتكم لمتابعتنا في أهل رمضان ألقاكم غدا مع ضيف مهم جدا واعتبر ظهور أول وأكيد راح يكون مختلف مع الروائي الكبير أحمد أبو دهمان في أمان الله